راديو نيل. لسه معاكم في رمضان ويانا، ولسه معانا الفنان القدير محمد التاجي. لعبة نيوتن. لعبة نيوتن، هذا المسلسل اللي فاجئنا كلنا السنة اللي فاتت، والحقيقة منى زكي كانت أكثر رائعة، فراج طبعا، محمد ممدوح، كلهم المخرج، هو المخرج والمؤلف تامر محسن الحقيقة، وطبعا حضرتك، يعني الحقيقة كان عمل متكامل كده، وجبة كده بنتقعد نتفرج على الحلقة نبقى مبسوطين ومستنيين الحلقة اللي هيحصل ايه. الغريبة والصدفة العجيبة اللي حصلت لي بقى في المسلسل ده، ان انا كنت بعمل مسرحية كانت مفروض حتى تتعرض في الهناجر، وكانت قبل الجائحة على طول، يعني اللي وقفتها الجائحة، وكانت اخراج الاستاذ محمد فاضل اللي هو مخرج التلفزيون طبعا، بس انا كنت عملت معاه مسرحيه زمان اسمها عجايب في التسعينات، وكان دي كنا هنعمل دي، كان محمد ابو العلا السلموني، نبي ما فاكر اسمه. المهم قعدنا في يوم في البروفا، وخلص البروفا قعدت انا والاستاذ فاضل قاعدين نرغي بقى وبنقلب بتاع، فبنتكلم وبتاع، جت اسامي الناس المخرجين بتاع، فقال قعد يقول شعر في تامر محسن، قلت له فعلا انا شفت له مش عارف ايه وكان عاجبني قوي وشفت له ايه وبتاع، وقعدنا نتكلم زياده عن ساعه وروحنا. تاني يوم الصبح لقيت شركه الانتاج بتكلمني بتقول لي مسلسل، عندنا مسلسل واخراج الاستاذ فلان وتامر محسن وعايزينه، قلت له موافق بلا خد ولا شرط، احنا لسه بنتكلم على الراجل بالليل وقاعدين نمجد دي فيه. دي اشاره يا مارد. دي علامه. دي علامه. قلت له انا موافق بلا قيد ولا شرط ولا حقرة ولا حامل. بس ف وكان الدور، يعني شوف حجم الدور، ما كانش مش ملوش مساحة كبيرة، بس كان الدور مؤثر جدا، وساعدت بالمجموعة كلها، ساعدت بمونة طبعا، انا اشتغلت مع مونة قبل كده حاجات، ساعدت بمحمد ممدوح اول مرة كنت اتعامل معاه، كنت والد محمد ممدوح، كنت والده الاستاذ ابراهيم، ساعدت بالفكر بتاع خلما ان انا برضو ببقى يعني فكر الخط الدرامي بتاع العمل انا ساعدت بيه جدا، كقصة كحدوتة، ساعدت بالعلاقة بيني وبين البنت اللي هي منى، انت المفروض حماها بس كأنها كنت والدها، كنت انا البابا بتاعها بالظبط، وهو وكنت انا ضد، كنت بتعارض بالظبط بعارض محمد ممدوح، وبتسند منى زكي، يعني السنه اللي فاتت سند منى زكي، والسنه دي سند نيلي كريم. يعني ان شاء الله السنه دي نشوف مين بقى تاني نسند، يعني الملاك الحارس. لا الحارس. بس هو التاني كان الاستاذ ابراهيم، اصله راجل مثقف كمان، يعني انت عارفه الراجل غلبان على قد حاله، بس هو مثقف يعني، فليه فكر وليه، وشايف ابنه وشايف ان في اعوجاج في تصرفات الولد وفي اخلاقه، لدرجه ان في مشهد الفينال بينه وبينه قال له انت جايب ده كله منين؟ فاكر المشهد الجميل ده، مشهد المواجهه بينك وبينه، وحتى قلت له يعني انت اما يعني جوز اختك هو اللي هيجي يدفني، طب مش هتيجي تلاقيني الشهاده، مش هتعملني انت كده بتاع، فلا وكان الكلام حلو، الحوار كان جميل جميل جميل، يعني ما كنتش محتاجه ان انت تضيفي له حاجه او تقللي منه حاجه او تقولي لا الجمله دي دمها تقيل سخيفه، لان في مخرج وهو اللي كان في ورشه طبعا بتكتب معاه، بس هو اللي مسيطر على الموضوع كله، فهو عارف يعني ايه، وده قلما انك من بعد اسامه انور عكاشه، ومن بعد محفوظ عبد الرحمن، ومن بعد محمد جلال عبد القوي وصفاء عامر والناس دي، يعني ما بقاش عندنا دلوقتي، يعني يمكن هو بس اسمه ايه ده، هو اللي عملت له دهشه وعملت له يونس ولد فضة، اللي أظن هو الكاتب جزيرة غمام السنة دي، نسيت اسمه، شفت بقى، لا احنا الزهايمر الذاكرة بقت بعافية كلنا، احنا ممكن نقوم نعمل، يعني ايه ربنا خلق لنا بقى جوجل ليه؟ عشان هو اللي يلحقنا في المواقف عشان دي، عشان نعمل كده يعني، فبتقول عبد الرحيم كمال، ايوه عبد الرحيم كمال صحيح، عبد الرحيم كمال
وناصر عبد المنعم، هم دول اللي فاضلين. ناصر عبد المنعم ولا قصدك ناصر عبد الرحمن؟ ناصر عبد الرحمن كان معانا من كام اسبوع هنا. فالاثنين دول هم اللي فاضلين لنا، ان انت بتاخدي من ايدهم ورق ما تبقيش محتاجه ان انت تغيري كتير. انا عملت مثلا مسلسل اسمه اريد رجلا، كنت انا بكتب الرومانسيه بتاعت الشخصيه، لان كان شخصية رومانسية جدا. الراجل عاش 30 سنة بيحب واحدة ست وما قدرش يتجوزها، ونهار ما عرف يتجوزها بعد 30 سنة قالت له انت عشت 30 سنة تحب فيها ومستنيني اتجوزك، وانا عشت 30 سنة اكرهك عشان كنت مستنياك، مش كده؟ لا، ولا عن اليوم، لا هي اتجوزت وخلفت وبتاع، وهو بعد ما بقت أرملة وراح بيتقدم لها وجوزها، ما كانت مستنية بقى قبل ما تتجوز لا غير كده. قالت له انت خدت موافقة اختك؟ يعني بتاع انت شرابه خرج في ايد اختك، انت ما انت ولا ليك قيمه ولا ليك بتاع، وهم اللي بيحركوك. لان اتضح ان اختي راحت لهم من 30 سنه قالت لهم لو اتجوز لو ارتبطت بيه هنقتله، هنقتلكوا وهنشرطكوا وهنعمل فيكوا وهنسويكوا. انا ما اعرفش ده كله، هي اعترفت لي بقى نهار ما قالت لي انت ولا تسوى حاجه عندي، انت يعني راجل ناقص. في حته الرجوله الناقصه، ان انت ما قدرتش تواجه اهلك، فاهلك جم عملوا فينا كده، فانت جاي تتجوز ايه؟ انت قعدت 30 سنه تحب فيا، كنت اروح انزل مصر عشان اقعد تحت بيتها وابص للبلكونه بس كده. بمناسبة الجواز، مسرحية المتزوجون مسرحية تمثل علامة فارقة في تاريخ المسرح طبعا المصري، واعتقد في تاريخك. هي بداية اول حاجة قطاع خاص عملتها بعد ما كنت بقى في القطاع العام، ابو زيد الهلالي وشكسبير في العتبة ونفض المولد يا عنتر. دي اول شيء عملته في القطاع الخاص، وكنت بعمل حاجة المسرح البالون، كانت اخراج الاستاذ حسن عبد السلام، وفي يوم دخل المسرح عشان اعمل بروفا، وانا ماشي معدي كده جوه الصالة وهم واقفين على المسرح. حسن عبد السلام ده مخرج كبير جدا يا جماعة، مخرج مسرحي مهم جدا، الله يرحمه. فلقيت واحد من على المسرح كده، وهو اللي اخرج المتزوجون، وهو اللي اخرج لي اخويا هايس وانا لايس برضو مع سمير غانم. فوانا ماشي كده قال لي انت، بنرفزه كده وبعض بشخط، انت؟ قلت له ايوه فين. قال لي انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له جاي البروفا. قال لي ليه وانت شغال معنا؟ قلت له من شغال مع مين يا فندم؟ انا هنا شغال مع. قال لا اتفضل يا استاذ، انت مش معانا، اطلع بره، روح على مسرح الهوسابير مستنيينك. بيوريك او بيديك طريق تاني للشغل تاني، بيقولها لك بس طريقه صعبه. حسن انت بتعملني كده ليه؟ قال لي روح هناك مستنيينك عشان تعمل المتزوجون. كانت الروايه، خلي بالك الروايه دي مش بتاعتي. كان قبليه الله يرحمه محمد ابو الحسن، وكان احمد راتب بدل احمد ماهر، وكانت هويده بنت صباح بدل شيرين، وكانت فريده سيف النصر بدل راويه سعيد. يعني كان كاست تاني يعني. لكن شوف بقى لما تصور، شوف التصوير الاعمال مهم جدا. هو طبعا لما تصور هي اللي فضلت الكاست تاني. ده بالظبط اللي ارتبط معانا. وللاسف انا ماليش مسرحيات كتيره مصوره. يعني هي يمكن واخويا هايس وانا لايس، في كنا من زمان بنصور مسرحيات بس دي اختفت. كنا بنعمل مسرحيات نصورها بس، يعني نعرضها 3 4 ايام كده عشان تتصور للتلفزيون وخلاص. دي الظاهره دي بقاش موجود، الظاهره دي، وحتى ده ما بقى الارشيف ده ما بقاش موجود، لان كان معمول لنوادي الفيديو زمان. اول ما طلع اجهزه اسمها ايه الفيديو كاسيت، الفي اتش اس والمش عارف بيتا ماكس والكلام الفارغ. طب احكي لي بقى المتزوجون كانت التجربه عامله ازاي مع سمير غانم بقى طبعا داخل هاي وجورج سيدهم وجورج الله يرحمه. لا جورج بص، هو سمير طلع ونجاح الموجي الله يرحمه الجميع. انا مش عارف انا اللي فاضل ولا ايه، ربنا يخليك لينا. انا يعني اسف يا جماعه والله، ده مش بايدي، بايد ربنا. ربنا يخليك لينا يا رب. المهم جورج سمير طول عمره كان في حاله. يعني ايه، هو راجل رايق وبتاع، بس عمري ما شفت سمير لا بيأذي حد ولا حد، حتى لو حد اذاه هو بيرد الاذيه لحد، ما بيردش، بيبتعد عنه. واحنا ما كناش صحاب قوي، احنا اتصاحبنا قوي فاخويا هيس وانا لايس. لكن في
في العمل ده في المتزوجون كان جورج الله يرحمه هو اللي محاوطنا، كان عاملنا عيلة. وكنا كل يوم يا إما ننزل نسهر في حتة، يا إما بعد المسرح، يا إما يطبخ لنا هو في بيته ونروح. كان عامل إزاي جورج سيدهم ده؟ شخصيته كانت عاملة إزاي؟ بقولك أب يعني جاد فاذر لينا كلنا، أمنا. اتعلمت منه إيه في الشغل؟ اتعلمت منه ان انا ما بقاش اناني، ان انا اراعي اللي قدامي زي ما براعي دوري، ان انا لو في حاجة اقدر سكة افتحها للي قدامي اقولها له. ما يعني ايه، ما بقاش مكوش، ما بقاش محوط على كل حاجة. دي من ميزات جورج الله يرحمه. في ناس بتحوط على كل حاجة، في ناس عايزة تمسك كل حاجة. تصدقي وتأمني بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في ناس بتصوري مشاهد هم مش فيها بيشيلوها لك في المونتاج. يعني وصلت للدرجة لكده، يقولك لا المشهد ده هيأثر عليا شيلوه. قابلت كتير من النوعية دي. وهؤلاء الناس نهديهم الأغنية القادمة بنو تصوري جاية على الجرح.